وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان. الشرع والقرآن أكبر عدتي، فهما لقطع حجاجكم سيفان. فقلا على أبدانكم ورؤوسكم، فهما لكسر رؤوسكم حجران. إن أنتم سالمتم سولمتم، وسلمتم من حيرة الخذلان. ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى، فنضالكم في ذمتي وضماني. يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا آذان. إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني. لو كنت أعمى المقلتين لسرني، كي لا يرى إنسانكم إنساني. تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني. موتوا بغيظكم وموتوا حسرة، وأسا علي وعب كل بناني. قد عشت مسرورا ومت مظفرا، ولقيت ربي سرني ورعاني. وأباحني جنات عدن آمنا، ومن الجحيم بفضله عافاني. ولقيت أحمد في الجنان وصحبه، والكل عند لقائهم أدناني. لم أدخر عملا لربي صالحا، لكن بإسخاطي لكم أرضاني. أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا، أنا غصة في حلق من عاداني. وأنا المحب لأهل سنة أحمد، وأنا الأديب الشاعر القحطاني. سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إذا التقى الزحفان. سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم، وهما لهم سيفان مسلولان. نصروا بألسنة حداد سلق، مثل الأسنة شب عسل طعان. سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان. نحن الملوك بنو الملوك وراثة، أسد الحروب ولا النساء بزوان. يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان. جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذري باللسان معاني. خرز القوافي بالمدائح والهجاء، فكأن جملتها لدي عواني. يهوي فصيح القول من لهواته، كالصخر يهبط من ذرى كهلان. إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان. هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان. هي للمنجم والطبيب منية، فكلاهما ملقان مختلفان. هي في رؤوس المارقين شقيقة، ضربت لفرض صداعها الصدغان. هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب، وفي الأجساد كالسعدان. لكن لأهل الحق شهد صافي أو تمر يثرب ذلك الصيحان. وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان. ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي، وصفعت كل مخالف صفعان. مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا، وليس يملهن الجان. وكأن رسم سطورها في طرسها وشم تنمقه أكف غواني. والله أسأله قبول قصيدتي مني، وأشكره لما أولاني. صلى الإله على النبي محمد، ما ناح قمري على الأغصان. وعلى جميع بناته ونسائه، وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كلما أنشدتم، رحم الإله صداك يا قحطان. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم الرقية الشرعية. أخي الحبيب، كيف تستعد قبل أن ترقي نفسك؟ أولا
أن تنقي عقيدتك من الشركيات، وأن يكون توحيدك خالصا لله تبارك وتعالى. ثانيا، أن تكون متوضئا. ثالثا، أن تصلي ركعتي الحاجة بتذلل وخشوع، سائلا الله عز وجل الشفاء، وأن تعلم علم اليقين بأن الله عز وجل بيده الشفاء وحده، لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. رابعا، أن تستغفر الله تبارك وتعالى 100 مرة، وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا، أن تقرأ آيات الرقية بخشوع وتدبر لمعاني الآيات رقية العين بصوت القارئ فارس عباد. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.